دائما فيديوهات الانطباعات الاولية عن اي تليفون بتختلف بعد لما بتستخدم التليفون لمدة معينة. في حلقة النهاردة هقول لكم رأيي بكل حيادية عن تليفون سامسونج جالاكسي زي فليب 3 وهنبدأ حالا. ليه بدعي ان رأيي في التليفون حيادي؟ لان احنا بنشتري التليفونات على حسابنا ومحدش بيدينا التليفونات للمراجعة، وعلشان كده هكون سعيد لو اشتركت في القناة وعملت لايك للفيديو من اجل الدعم. من الحاجات اللي ما كنتش اتخيلها لما سامسونج اعلنت عن الهواتف القابلة للطي من سنتين ان انا كشخص هتكون عندي الشجاعة ان اشتري واحد منهم، لاني توقعت ان التقنية دي لسه جديدة وقدامها كذا سنة، لكن ان التقنية تتطور بشكل سريع في وقت قصير ده كان مفاجأة ليا. خلينا نتكلم عن التليفون النهاردة من حيث تصميم، أداء، سوفت وير، كاميرا، وأيضا الشاشة الخارجية، وهنتكلم في كل جزء عن مميزاته وعيوبه، وتقدروا تشوفوا فيديو الانطباعات الأولية من اللينك اللي هيظهر دلوقتي. اولا التصميم، يمكن من اهم الحاجات اللي هنتكلم عليها في التليفون ده هو التصميم، لانه مختلف عن اي تليفون تاني. التليفون بيجي بشاشة Dynamic AMOLED 2X 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز HDR10+، شاشة قابلة للطي. لما بيتم طي الهاتف بيصبح طوله 86.4 ملي، وبيكون سمكه 15.9 ملي، ومن عند الهنج بيكون السمك 17.1 ملي. الشاشة السطوع فيها جيد جدا، وانا شايف ان الاضاءة والالوان فيها جيدة جدا، انا حبيت الشاشة دي جدا. يمكن موضوع ان الشاشة دي طويلة، يعني الاسبكت ريشيو فيها 22:9، بيخلي انك ما تقدرش تستخدم التليفون بايد واحدة ومش هتعرف توصل للجزء العلوي من الشاشة، وكمان وانت بتتفرج على فيديوهات على اليوتيوب هتلاقي جزء كبير من اطراف الشاشة مهدر، ولو عملت زوم للفيديو جزء كبير من الفيديو هيتعمل له كروب. لكن من فوائدها انها بتعرض لك محتوى اكبر، خاصة في تطبيقات السوشيال ميديا اللي فيها سكرول، فهي ميزة وعيب. الملخص، الشاشة دي من اجمل الشاشات اللي استخدمتها، مع وجود البانش هول او خرم الكاميرا 10 ميجا بكسل، واللي بتصور 4K، واحنا خلاص كلنا تعودنا عليها في تليفونات سامسونج. فوق الكاميرا هتلاقي سماعات ستيريو اللي بتستخدمها في المكالمات، وكمان بتشتغل مع الوسائط المختلفة سواء فيديوهات او غيرها. نيجي بقى للتانية اللي في الشاشة او الكريز. في اول كام يوم كانت مضايقاني جدا لما ببصلها، وكمان لما صباعي بيعدي عليها زي ما يكون في مطب صناعي في الشاشة، لكن بعد فترة معينة عيني وايدي اتعودت على تانية الشاشة دي. انا معاكم ان هي مازالت عيب في الشاشة، لكن ما ننساش ان التقنية دي مازالت جديدة، واكيد مع الوقت هتختفي وتصبح عادية جدا، ولازم نعرف ان احنا لو عايزين نتطور يبقى لازم على الاقل ان احنا نبدأ. وعلى فكرة وانت باصص للشاشة مباشرة مش بتشوف الكريس او التانية، ولا حتى وانت بتتفرج على فيديو، لكن لما زاوية التليفون بتتغير بتبدأ عينك تشوفها، وكمان معظمنا لما بنعمل سكرول بيكون في النصف السفلي من الشاشة، فمش كتير لمسك للشاشة هيعدي على التانية بتاعت الشاشة. التليفون من الخلف بيجي بظهر زجاجي بيلمع، ويمكن الالوان اللي بيجي بيها التليفون كلها جميلة جدا، كريمي، اسود فانتوم، اخضر، لافندر. شاشة سوبر اموليد خارجية 1.9 بوصة، مفيدة جدا الى حد ما. ليه الى حد ما؟ لان كان يمكن الاستفادة منها اكتر، وممكن تتظبط بتحديثات في المستقبل، وهنتكلم على ده في الجزء الخاص بالشاشة الخارجية. كاميرتين، كل واحدة 12 ميجا بكسل مع القدرة على تصوير 4K ومثبت بصري في الكاميرا الاساسية، وهنختبر قدرتهم في جزء الكاميرات كمان شوية، طبعا مع الفلاش الزنن. التليفون من الخلف شكله شيك جدا، اخفاء جزء الكاميرات والشاشة الخارجية باللون الاسود مع باقي لون التليفون كانت حركة ذكية جدا، ودت شكل التليفون من الخلف مميز جدا. من الجانب الايمن هتلاقي زرار الباور اللي مدمج فيه مستشعر البصمة، وفوقيه ازرار التحكم في الصوت اللي انا شايف انه صعب الوصول ليها علشانها عالية، ومن رأيي انها ممكن تتنقل للجنب الايسر في الاصدار القادم باذن الله. ومن الجنب الايسر في درج الشريحة، والتليفون ده بيدعم شريحة واحدة فقط، وشريحة eSIM اللي لسه غير متاحة في مصر والدول العربية، وده بالنسبة لي عيب انه بيدعم شريحة واحدة، وطبعا لا يدعم ذاكرة اضافية. من الاسفل في مدخل الشاحن الـ USB Type-C، السماعات والمايكروفون، ومن الاعلى مايكروفون اخر. التليفون ده مكون للماء
فقط IPX8 وغير مقاوم للأتربة، ودي من المميزات اللي خلتني اجيب التليفون ده، انه مقاوم للماء، مش علشان نصور بيه تحت المية، لكن حفاظا على تليفون غالي مش رخيص، لان ما كانش ينفع ان تليفونات الفئة المتوسطة من سامسونج تكون مقاومة للماء وتليفون زي ده غير مقاوم للماء. يبقى مقاومة الأتربة اللي اتمنى انها تحصل في اصدارات العام القادم بإذن الله. الملخص ان تصميم التليفون ده في المجمل جيد جدا، يعيبه بعض الاشياء اللي ممكن تتعود عليها مع الوقت. لو وصلت للجزء ده من الفيديو ياريت تشترك في القناة وتعمل لايك، وهكون سعيد بجد على استفساراتكم، مش بخصوص موضوع الفيديو فقط لكن بخصوص اي مشكلة بتواجهك، ونحلها مع بعض بإذن الله. تابعونا على صفحة فيسبوك انستجرام وتويتر. خلصنا التصميم، خلينا بقى نتكلم عن الاداء. التليفون ده بيجي بمعالج سناب دراجون 380 5 نانومتر، وبينزل في كل الاسواق بنسخه واحده فقط، هي نسخه السناب دراجون، يعني مفيش نسخه اكسنوس، زائد 8 جيجا رام ومساحه داخليه 256 جيجا. في بعض الدول يوجد مساحه 128 جيجا، لكن في مصر موجود فقط مساحه ال256 جيجا. التليفون سلس جدا وسريع جدا، مفيش اي مشكله واجهتني، وفي الالعاب كمان التليفون سريع، مفيش اي تسقيط فريمات او لاج. وبصراحه ما جربتش عليه ببجي، لان انا حسيت التليفون ده مش بتاع ببجي، مش علشان مشكله في الاداء، لكنه تليفون اليت كده مش بتاع عنف. فالاداء عموما من الحاجات اللي انا مبسوط منها في التليفون. وبالمناسبة في بداية استخدامك للتليفون هتحس بسخونية من الخلف، لكن ده بيختفي بعد لما التليفون بيفهم استخدامك ويظبط ادائه على حسب ادائك. التليفون فيه موتور فايبريشن عجبني جدا، وبيعمل هابتك فيدباك وانت بتكتب بتخليك تحس باللي انت بتكتبه، فدي من الحاجات اللي عجباني فيه هو موتور الفايبريشن. الحاجات بقى اللي مش مبسوط منها هي اداء البطارية. التليفون ده بيجي ببطارية 3300 ملي امبير، هي صغيرة وطبعا صعب انها تكبر عن كده، لان ملهاش مكان جوه التليفون. البطارية اقصى استخدام وصلتله هو 4 ساعات فتح شاشة او سكرين اون تايم على 120 هرتز، ولان التليفون ده 5G والخدمة دي مازالت غير متوفرة في مصر، فانا غيرت الاعدادات ل LTE فقط او 4G ولغيت ال 5G، وده اداني معدل للبطارية اطول شوية بحوالي 20 او 30 دقيقة، مش فرق كبير لكن كويسين. التليفون بيدعم الشحن السريع حتى 15 واط فقط، يعني التليفون بيشحن في حوالي ساعة ونص، وده وقت طويل جدا، وسرعة الشحن بطيئة جدا، وبيدعم الشحن اللاسلكي 10 واط فقط. أداء مستشعر البصمة سريع جدا، وأنا شايف إن المفروض يبقى مستشعر البصمة في زرار الباور، لأن أنا بحس إن ده أفضل من مستشعر البصمة اللي تحت الشاشة، على الأقل في تليفونات سامسونج. وإلى جانب الإبهام في الإيد اليمنى تقدر كمان تسجل بصمة الصباع الوسطي، هيفيدك جدا إنك تفتح التليفون وأنت ماسكه بالإيد اليسرى، فمستشعر البصمة ممتاز. أداء السماعات كمان جيد جدا وصوتها عالي، زي ما قلنا هما سماعتين ستيريو، واحدة في أسفل التليفون وواحدة فوق الكاميرا، وخلونا نسمعهم مع بعض. في المجمل اداء التليفون كويس جدا، التاتش سريع جدا مع الشاشه ال 120 هرتز، بتحس ان كل حاجه بتتحرك بسرعه وبسلاسه عاليه، فتح التطبيقات سريع جدا والتنقل بين التطبيقات سريع جدا، فالتليفون ده فيه سرعه ملحوظه. السوفت وير، التليفون ده بيجي بواجهه سامسونج 3.1.1 واللي مخصصه للهواتف القابله للطي، وهي فيها مميزات كتير. اولها وضع الفلكس مود، وهو انك لما بتخلي التليفون في وضع زاويه 90 درجه هتقدر انك تستخدم الكاميرا بحريه من غير ما تمسك التليفون، ودي خاصيه مفيده جدا للناس اللي هتستخدم التليفون ده للسوشيال ميديا، خصوصا ان الهنج في الاصدار ده متميز عن الاصدار اللي فات في انك تقدر تخلي الجزء العلوي من التليفون مثبت على زوايا مختلفه مش بس زاويه 90 درجه. هتقدر انك تستخدم تطبيقات كتير بالوضع ده، منها اليوتيوب مثلا دون الحاجه انك تمسك التليفون برضه، وفي كذا وضع تتفرج بيه على فيديوهات اليوتيوب مش شرط الفلكس مود. تطبيق جوجل ديو للاتصالات، وعلى فكره ده من التطبيقات القويه جدا في محادثات الفيديو واللي الناس ما تعرفهاش، وبالتعاون مع سامسونج جوجل خلته مدعوم لفئه الزي فليب، انك ممكن تعمل فيديو تشات مع حد وانت ايدك فري. مش بس كده، حتى التطبيقات الغير مدعومه سامسونج اضافت خاصيه في اللابس انك تخلي كل التطبيقات تشتغل في الجزء العلوي من التليفون، وبيكون في الجزء السفلي ادوات تحكم في الاضاءة وفي السكرين شوت وفي الصوت.
الكاميرا نفسها تقدر منها انك تشغل الشاشة الخارجية اثناء التقاط الصور، بحيث ان الشخص اللي بتصوره يقدر يشوف نفسه في الشاشة الخارجية وهو بيتصور. عيب كمان في السوفت وير ممكن يبقى عادي الناس كتير، وهو فعلا هيكون عادي ومحدش هيحس بيه، هو ان التليفون ده لا يدعم سامسونج داكس. ومش قادر افهم ليه سامسونج عملت كده، لكن معلومة مهم تكون عارفها عن التليفون. واجهة سامسونج 3.1.1 عموما من الواجهات الغنية للتليفونات، وكنا عملنا حلقة مخصوص عن واجهة سامسونج 3.1 تقدروا تشوفوها من اللينك اللي هيظهر دلوقتي. الكاميرا زي ما قلنا ان التليفون ده بيجي بكاميرتين، الاولى الترا وايد 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، والكاميرا الاساسية 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8. وبالرغم ان كاميرا التليفون ده مش احسن حاجة موجودة في السوق، لكن نتائجها كانت مبهرة ليا جدا وفوق المتوقع، وفعلا بتدي صور شارب ودرجة تشبع الوان كويسة جدا. ايضا صور البورتريه العزل فيها جيد، وصور النايت مود معالجتها جيدة. التليفون بيصور لحد زوم 10x، ويمكن الصور في الدرجة دي مش افضل حاجة، لكن ده مش تليفون للزوم. من الاخر لو انت اهم حاجة ليك في التليفون ده هي الكاميرا، فعندك الـ S21 Ultra هيكون اختيار مناسب. واسيبكم مع شوية صور تقيموا بيها كاميرا التليفون ده. للتصوير 4K على 30 فريم بير سكند، واحنا ماشيين برضو نختبر الكواليتي ونختبر التثبيت البصري اللي موجود في الكاميرا. يعني انا ماشي بسرعة طبيعية خالص، ما بتهزش جامد. وانتوا قولوا لي برضو رأيكم ايه في الكواليتي بتاعت الفيديو ده، لان انا زيكم بالظبط بختبره معاكم. من الاوضاع اللي انا حبيت برضو اتكلم عليها موجودة فيه هي الدايركتورز فيو اللي موجود في S21. انت بيبقى قدامك الثلاث كاميرات شغالة زي ما احنا شايفين كده، وانت بتختار منها انهي كاميرا اللي تعرض لك الفيديو حسب انت رؤيتك ايه بقى، وتقعد تختار ما بينهم. حتى ممكن تتنقل للكاميرا السيلفي، او السيلفي بتبقى اوريدي كده كده باينه. فهي احنا عمالين نتنقل بين الكاميرتين، وبيورينا هو ايه الاوضاع وايه احسن فيو انت ممكن تاخده من الكاميرا. الشاشة الخارجية وهي خاصية بيمتاز بيها الفلاب، تقدر انك تعرف منها الساعة ونسبة البطارية والتاريخ دون الحاجة ان انت تفتح التليفون. لما بتعمل سوايب داون بتلاقي مؤشر التحكم في درجة سطوع الشاشة الخارجية، ولو اتحركت يمين هتلاقي الويدجتس او التطبيقات المصغرة، واللي منها بتتحكم في الوسائط، بتشوف حالة الطقس، بتشوف المنبه، تطبيق سامسونج هيلث، وتقدر من داخل الاعدادات انك تغير ترتيب الويدجتس دي. واتمنى ان المطورين يضيفوا تطبيقات مصغرة للشاشة الخارجية علشان تصبح مفيدة اكتر. لو رجعت تاني في الاول وسحبت من الشمال هتلاقي الاشعارات، لكن المشكلة انه بيجيب لك ملخص للاشعارات فقط، لكن ما تقدرش انك تتفاعل معاها وتعرف حتى مين اللي بعت لك. فاتمنى ان سامسونج تضغط على المطورين انهم يدعموا بتطبيقاتهم الشاشة الخارجية، بل اتمنى ان سامسونج نفسها تعمل ده في تطبيقاتها. مثلا ان يبقى في تطبيق مصغر للاتصال تقدر منه تتصل باخر رقم انت كلمته، او حتى يجيب لك لستة الارقام المفضلة او الفيفوريتس، على اعتبار ان معظم الناس بقت بتستخدم السماعات اللاسلكية. فدي خاصية لو تم اضافتها هتفرق جدا. برضو لو كان للواتساب القدرة انك ترد ردود سريعة كما في الساعات الذكية. ممكن كمان ان الشاشة الخارجية تدعم التحكم في البلوتوث، الواي فاي وبيانات الهاتف، وممكن علشان تشغل او تقفل الحاجات دي يطلب منك استخدام البصمة عادي. فانت بكده هتوفر فتح الشاشة وقفلها، وكمان هتكون خواص عملية جدا. اتمنى ان صوتي يوصل لهم. من مميزات الشاشة الخارجية كمان هي سرعة التقاط الصور والفيديو. مجرد ما بتدوس ضغطتين على زرار الباور بتفتح الكاميرا، وبتستخدم جودة الكاميرا الاساسية ككاميرا سيلفي. وممكن تلقط الصور بطريقتين، اما انك تشاول الكاميرا بالخمس صوابع او انك تلمس الشاشة، فالكاميرا بتدي لك ثواني وتلقط الصورة. لما بتعمل سوايب داون بتجيب العدسة الالترا وايد، ولما بتسحب الشاشة لليمين بتشغل الفيديو. حاجة كمان ذكية، لما بتمسك التليفون في الوضع ده مثلا الصور بتطلع مظبوطة ومعدولة لو فتحتها من جوه. لو قلبت التليفون الكاميرا بتدرك ان انت قلبت التليفون، ولو صورت برضو الصور بتطلع معدولة ومظبوطة. فدي حركة ذكية وعجبتني جدا. ده بالنسبة للشاشة الخارجية وطرق الاستفادة منها واللي اتمنى اشوفه فيها. الملخص، التليفون ده يا جماعة في حاجة بتشدك وانت بتستخدمه، هو
جذاب جدا، ومحدش يقول لي مش معقول اشتري تليفون لانه جذاب او انه ممتع. صدقني دي من العوامل الاساسيه اللي بتخلي الناس تشتري تليفونات، انها تحس ان التليفون ممتع. ايوه هو مش احسن كاميرا موجوده في الفئه السعريه دي، ومش احسن بطاريه، لكنه من افضل تجارب الاستخدام عموما، وكفايه انك هتحس ان معاك تليفون فعلا جديد ومميز، مش زيه زي اي تليفون تاني. في النهايه اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو علشان ده بيدعم القناه جدا. ولو انت من الناس اللي معاها تليفونات سامسونج هتلاقي لسته لفيديوهات شرح الخصائص في سوفت وير سامسونج، ادخلوا عليها وهتعجبكم. شكرا ونتقابل في حلقه جايه باذن الله.